قال ذلك يجيب أنتم تسمعون وتقرؤون. سؤال الأول من طلبة البركة، ما اسم أبي هريرة رضي الله عنه؟ السؤال الأول ما اسم أبي هريرة رضي الله عنه؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن بن سخ رضي الله عنه. ما شاء الله جوابه صحيح، بارك الله فيك. السؤال الثاني لطلبة المركز على الإطلاق، ما اسم أبي بكر رضي الله عنه؟ يا الله، هؤلاء المركز؟ مركز؟ لا، أنا تغش، أنا قد أنا سمعت من هنا قد أخبرك. سؤال، أنت في مركز؟ أنت في مركز؟ عثمان. خطأ، لا، هؤلاء لا يرفعون أيديهم ثم بعد، لا تخبرون، هذا أخبر. أبو قحافة عثمان. أبو قحافة، اسم أبي قحافة. لا، أنتم عند هؤلاء قد أخبروا، أنا سمعت من هنا وهو أخبركم. هذا أخبر. نعم، إذا تعرف أنت؟ عبد الله. عبد الله، ما شاء الله، بارك الله فيك. السؤال الثالث، يعني من أجاب جواب صحيح له كتاب قيم نواقض الإسلام. أذكر أسماء الخمسة مع ذكر إعرابها. إعراب سهل. نعم، أسماء الخمسة: أب، أخ، حم، فم، ذو. كان إعرابها في الرفع مرفوعا بالواو، وفي النسب بالالف، وفي الجر بالياء. ما شاء الله، ترفع بالواو، تنصب بالالف، وتجر بالياء. جوابه صحيح، بارك الله فيك، تفضل. السؤال الرابع كذلك مهم جدا، قرأنا الكتاب، اعرب هذه جملة. أنت في مركز؟ تفضل. قرأنا الكتاب، قرأت الكتاب. قرأ فعل، نا زمير متكلم فاعل، أو الكتاب مفعول. هو الترجمة بالأردية كذلك. ما شاء الله، أعربت صحيحا، ولكن نحن نريد كما هذا أعرب كتاب، نحن الواضح قاعدة عندكم. نعم، جوابه صحيح. بارك الله فيك، تفضل. هذا السؤال سهل جدا وله جائزة ما شاء الله كبيرة، كتاب عن سيرة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله. من هو أول نبي عليه السلام نطق بلغة عربية؟ طلبة المركب، طب في المركب، نوح عليه السلام. خطأ، أنت أخبرت. ها، حضرت نوح عليه السلام. خطأ. من هو أول نبي نطق بلغة عربية؟ هؤلاء، أنت في مركب؟ تفضل، هذا يريد سمين. هو لا يعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. هود عليه السلام. خطأ، أنت في مركز؟ تفضل. آدم عليه السلام. خطأ. من هو أول نبي نطق بلغة عربية؟ تريد؟ السلام عليكم، إسماعيل عليه السلام. ما شاء الله، بارك الله فيك، من أخبرك بهذا؟ لا،
والله يقول صحيح. صحيح. بارك الله فيك. اگر یہ نہ بتائیں تو عدد المخارج کم سب عشر اصحاب القرنسانی جی. هذا سؤال لمركز ثاني جيم ومعه كذلك 50 روبية. ما هو أول معجم كتب في اللغة العربية مع اسم المصنف؟ أول معجم كتب في اللغة العربية. تعرف أنت ترفع يد ثم تخطي في السؤال في الجواب. معجم الطفل الدبراني. ماذا؟ تبراني. لا. معجم الوسيط. لا. تفضل. تجيب؟ تجيب؟ لمرة بعد ثانية. تفضل. كتاب العين. معجم العين. أحسنت. ما هو من هو المصنف؟ نعطي مع 50 ربيع سعين اسم مكتوب خليل بن محمد الفرايدي. بارك الله فيك. معجم العين. تفضل. سؤال الأخير جائزة كذلك ما شاء الله كبيرة 4 كتب. كم سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى الخلافة لطلبة المركز؟ كم سنة كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ 13. لا لا تخبرون لا تخبرون. 10. هذا هو أخبرك. لا لا 10 الصحيح ولكن أنت نقلت منه. بارك الله فيك جزاك. أنت أخبرته وأنا سمعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال من أهل المركز. من يخبرنا أسماء سورة الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء سورة الفاتحة أم القرى أم الفاتحة المثاني. من الآخر؟ أسماء سورة الفاتحة. الحمد هو اسم، الرحمن هو اسم، أم القرى شفاء، أم القرى شفاء، وفاتية. سبع مثاني. شفاء. لا بأس. نوتي لك جائزة من قبل دار السلام. الآن سؤال من مهد. مؤلفات الشيخ رفيق أثري رحمه الله. مؤلفات للشيخ رفيق أثري رحمه الله. سؤال الثاني من مهد. سبب نزول سورة الفلق والناس. من مهد. في مهد. السلام عليكم. حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل هذه السورة. جوابه صحيح. أحسنت. الآن سؤال من كلية.
من يوضح؟ قال الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، وآية الثانية رب المشرقين ورب المغربين، وآية الثالثة رب المشارق والمغارب. من يوضح؟ نعم، رب المشرقين والمغربين، معنى ذلك رب المشرقين رب المشرق الشتاء والمشرق الصيف، هكذا المغربين. ورب المشارق نفس الشيء. لا، ثم رب المشرق هذا رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغرب هذا مشرقين والمغربين، رب المشارق والمغارب هذه جمع. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الأول هذا التغليب، في اللغة العربية التغليب معناه يعني رب المشرقين والمغربين، يقصدون به أربع جوانب. أما التفسير الثاني معناه هذه أزمنة، كل يوم هذه قمر تطلع عن مكان آخر، فهذا الله سبحانه وتعالى يعني مشارق والمغرب تطلق كلمة هذا، وله تفسير أخرى ولكن أنا لست مفسرا. جوابه صحيح، أحسن، تبارك الله فيك. لا هذا 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 مجيب الرحمن، تفضل.